كرة كل يوم. ان شاء الله ان شاء الله انا متفائل بماتش القاهره وهنكسب ان شاء الله البطوله. الاداء كان مش قد كده النهارده، النتيجه مش كويسه، انما الحمد لله اعتقد ان احنا نسبتنا كبيره جدا في الفوز. طبعا الامور ضعيفه هناك، مش زي المتوقع، والامور ضعيفه طبعا. الملعب وحش جدا، الجو سيء جدا جدا جدا، ومش عارف ليه ما بنلعبش ماتشاتنا بالليل بدل ما بنلعب الساعه 3 الظهر. وبرضو التحكيم فيه اخطاء كتيره، هنعترض على الانذار اللي اخده تريزيجيه لانه ما كانش ليه اي لازمه. في جون اتلغى لنا مالوش، برضو مش واضح ايه سبب الالغاء، ونتمنى ان شاء الله ان الجمهور يبقى او الامن يوافق لنا. لا 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 لا، احنا مش هنلاقي اعذار، احنا يعني ادينا اداء مش على مستوى النادي الاهلي، انما ان شاء الله في ماتش السبت باذن الله. احنا وصلنا ل 20,000 دلوقتي، بس بنحاول مع وزاره الداخليه ان احنا نجيب اكتر.